لكم الليلة وكل ليلة مع الأهل الليلة. الأهل الليلة. الأهل الليلة. الأهل الليلة هو برنامج سيكون معكم يوميا من السبت إلى الخميس في هذا التوقيت ولمدة 3 ساعات. هو برنامج جديد في فكرة التناول والتقديم، فعلى مدار 6 أيام أسبوعيا سيطل عليكم عبر نافذته 7 مذيعين هم محمد الجندي، إيهاب الخطيب، عبد الحميد حسن، محمد سعيد، أمير هشام، عمر ربيع ياسين. وسيكون للنجم الكبير خالد العوضي طلة خاصة من خلال كل الألعاب غير كرة القدم. برنامجنا متعددة ألوانه وقوالبه، لكنه قصير في فقراته، به الكثير من التنوع والتشويق والأداء السريع بأكثر من مذيع في الحلقة الواحدة. برنامجنا سيطوف بك في حدائق كثيرة، في مقدمتها حديقة الأهلي ذات المساحة الواسعة من خلال ضيوف هم مسؤولون في الإدارة الحمراء لمناقشة قضية هامة ومطروحة على الساحة. كما سيكون بابه مفتوحا للشخصيات الرياضية المصرية في كل المجالات الرياضية. الأهلي الليلة سيطوف بك في برنامج عائلة الأهلي ويضع يديك فوق ما طرحته قائمة الكابتن محمود الخطيب وقت الانتخابات، لنرى هل كان برنامجه مجرد وعود أم هو موجود على أرض الواقع من خلال رؤية حية من داخل النادي الأهلي. سيكون البرنامج نافذة تطل منها على تاريخ الأهلي، مذكرا بقيمه ومبادئه التي لا تتغير ولم تتغير على مدار 111 سنة، فهي ثابتة وراسخة رسوخ الأهرامات في صحراء الأهرام. ويا جبل ما يهزك ريح، سنذكرك برموز الأهلي وشخصياته النادرة وبطولاته التي فاقت الحدود ومواقفه التي لا يعرفها غير أبنائه الأبرار ومبادئه الصامدة في كل العصور. لن يكتفي الأهلي الليلة بذلك، بل سيكون نافذة لجمهور الأهلي الحبيب العظيم في كل مكان من خلال لقاءات يعبر فيها عن رؤيته لناديه وحبه له وسر الانتماء وسر العشق لهذا الكيان. سيعرج الأهلي الليلة في كل ما له علاقة بالأهلي في كل مكان داخل أو خارج مصر. كلكم أهلي، ولكن اعذروني المسمى مصري، هم بدأوا باسم الأهلي. سيطوف بنا مع النجم خالد العوضي في كل الألعاب الرياضية في فقرة مهمة ومثيرة. أما الكرة العالمية فلها أيضا حظها في ساحة الأهلي الليلة وكل ليلة مع عمر ربيع ياسين. من الليلة سيكون معكم دائما الأهلي الليلة.